معنا من او حول اجتماع مجلس الوزراء لمزيد من التفاصيل مراسلتنا كريستين رياض. اهلا بك كريستين، وواضح انه مجلس الوزراء اليوم كان متخم بالعديد من القوانين ان كان التي وافق عليها او حتى اللجان التي شكلت لاخراج قوانين اخرى. ماذا لديك من تفاصيل حول كل ما دار اليوم؟ نعم ولا، ونتابع معكم الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء برئاسة المهندس شريف إسماعيل الذي انعقد اليوم منذ الصباح، والعديد من الملفات الهامة تم مناقشتها وأيضا الموافقة على عدد من مشروعات القوانين. في آخر اجتماع أو مؤتمر صحفي داخل المركز الصحفي بمجلس أو مقر مجلس الوزراء كان السيد عمرو الجاحي وزير المالية يتحدث عن آخر إجراءات وقرارات مجلس الوزراء بشأن هيئة الخدمات الحكومية، ووافقت أو وافق مجلس الوزراء بالإجماع على يعني من على طبعا هيئة الخدمات الحكومية على أن تشتري جميع مستلزمات الخاصة بالجهات الحكومية والوزارات في السنة المقبلة، وهذا قرار بالإجماع من مجلس الوزراء يتضمن طبعا شراء الهيئة لجميع المستلزمات الخاصة بالجهات الحكومية، لتكون الشراء الخاص بالمستلزمات من جهة واحدة لجميع الوزارات والجهات والهيئات التابعة لها. هذا طبعا من منطلق حرص الدولة على ترشيد الإنفاق الوزاري والحكومي داخل الفترة أو داخل السنة المالية القادمة. هذا بالإضافة إلى أن حجم الدين الخارجي سوف يقدم في المؤتمر أو الاجتماع الوزاري الحكومي المقبل، وخطة كاملة تفصيلية لكيفية سداد الدين الخارجي في الأسبوع المقبل. وقال أن مصر مازالت في المنطقة الآمنة بالنسبة للدين الخارجي، وخطة تسديدها سوف تقدم الأسبوع المقبل بإذن الله. أما عن السكك الحديد فقد وافق مجلس الوزراء على قانون إنشاء نقابة أو نصوص خاصة جديدة للسكك الحديد تضمن دخول هيئات غير حكومية للإصلاح وأيضا لتطوير عمليات سكك الحديد في الفترة المقبلة، وهذا طبعا نعم. لتطوير للقانون 162 لسكك الحديد في الفترة المقبلة، وقد وافق أيضا مجلس الوزراء بتطوير هذا القانون. نعم ولا، بشكرك شكرا جزيلا كريستين رياض على كل هذه التفاصيل.